إذن تحية نضالية للأسرة التعليمية على الصعيد التراب الوطني، أحييكم مجددا. غادي ندوز أولا الحالة ديال واحد الأستاذ مهندس في الحوز، في المديرية الإقليمية ديال الحوز. أنا كنت طلعت على واحد التدوينه، كان عيط ليا واحد الأستاذ، عيط ليا بواحد الكومونتير، لقيت الاسم ديالي. طلعت على التدوينه ديال الأستاذ المعني، أستاذ المهندس بالحوز، وطلب مني داك الأستاذ، قال لي ماشي صديق ديالي، ولكن طلب التدخل ديال النقابة الوطنية للتعليم السي دي تي لحل المشكل ديال الأستاذ اللي حامل ديبلوم ديال المهندس، ولكن عنده رقم تأجير وثلاث سنوات ما توصلش بالأجرة ديالو. قريت هذيك التدوينه كلها، واللي ترني فيها انه تدوينه كل هضر فيها على المحكمه، على المديريه، على الاكاديميه، ولكن ما هضرش على النقابه نهائيا. بين النقابه راه مديوره نديرها الشغيله للدفاع على الحقوق ديالها والمكتسبات ديالها، وحتى الا تظلم شي استاذ راه افضل من المحامي، هي باعتبارها محامي ديال الشغيله. تمكنت خلاص، انتظرت التواصل، عطاني هذاك الاستاذ مدني بالهاتف ديالو، تواصلت مع الاستاذ، هضرت معاه، قلت له ودي راه كاين عندنا كاتب اقليمي، هذا مشكل سهل، تواصل مع الكاتب الاقليمي خالد الهلالي في الحوز، وعطيته كذلك رقم الهاتف ديال الاخ ديالنا الكاتب الجهوي ديال جهه مكناس، ديال جهه مراكش تنسيرت، اسفي، الاخ حسن كريبي، وعبروا على الاستعداد ديالهم باش يحلوا المشكل. يعني بحال هاد المشاكل هذه كنت قلت واحد الكلمه، خص واحد يكون حريفي نقابيا. ما كملتش ساعه ولا ساعه ونص كيجي الرد، واحد تدوينه طويله ديال واحد النقابه كيشرحوا فيها المشكل ديال الاستاذ، ولكن انا قريت هذيك التدوينه، حنا ما بغيناش وصف، تدوينه وصفيه للمشكل، بغينا الحل ديال المشكل. الاستاذ انا كنحملو شويه ديال المسؤوليه على انه لم يتصل بالنقابه ثلاث سنوات من خلال تدوينه، وهو يجول بين دهاليز الاداره بما فيها الاداره التعليم ولا بالمحاكم، وقال بانه راه خسر القضيه في المحكمه. ولكن قلت ليه انا كنت تمشي للنقابه، لان النقابه تحل لك المشكل بحال هذه المشاكل هذه، اختصاص ديالها ولا الحلول ديالها في النقابه. إذا من أجل الإخبار، إلى حدود البارح الأستاذ المعني لم يتصل بالمسؤولين النقابيين، دونك غنغلق هذا الباب هذا. كندوز اللقاء اليوم، إخبار كذلك على أن النقابة التعليمية الخمس توصلت بدعوة حضور لقائها اليوم انطلاقا من الساعة الرابعة بعد الزوال مع الوزارة حول النظام الأساسي وحول نظام التعويضات التكميليه. بمعنى كيبان ان النظام الاساسي او المرسومين اللي هو مرسوم النظام الاساسي ومرسوم التعويضات التكميليه، الحكومه مستعده او لا تستعد لعرضه على مجلس الحكومي يوم الخميس في حاله ما النقابات طلعت على هذيك على المشروع ديال النظام الاساسي ومشروع نظام التعويضات التكميليه، وموقع فيها حتى شي تغيير اللي غادي يقدر يعاود يأجل الحسم او لا العرض ديال هذاك المرسومين بالمجلس الحكومي. نتمنى تكون الامور غاديه كما اتفقوا النقابات مع الوزاره. كندوز لواحد الفئه اللي هي الفئه ديال المختصين التربويين والمختصين الاجتماعيين. هذه الفئتين، المختص الاجتماعي والمختص التربوي، للاسف احنا خدينا في النقابة الوطنية للتعليم السي دي تي ملف من الملفات الهامة واللي خص هاد الفئة تنصف، لأن لاحظنا بأن هاد الفئتين كانت يتعاملوا معاهم وكأنهم بيصدروا شونج في المؤسسة التعليمية. كيجي مختص اجتماعي ولا مختص تربوي وكيعطيوه المهام لشيطة إدارية، جي هنا هز هنا، إلى درجة أنهم حسوا بالحقرة، وكاين كاع فيهم اللي كيتا القطاع. كاين هنا اقليم خنيفرة كاين واحد الحالة نعرفتها مشات ما رجعتش. اذا هاد الفئة هادي حست بحقرة واتصلت بالنقابة الوطنية للتعليم السي دي تي، وكانت من الملفات اللي كان ضروري
أنه تلقى ليها حل. إذن راه تلقى ليها حل، وغادي تلقى الكرامة ديالها من خلال المهام اللي تحددت ليها، سواء المختص الاجتماعي عنده مهام علاقة اللي عندها علاقة بما هو اجتماعي، وكذلك المختص التربوي اللي عنده مهام خاصة بمختبرات وخاصة بمهام غتكون محددة. وكذلك غادي لأن هذا المختص الاجتماعي ولا المختص التربوي العلاقة اللي عنده ماشي بالإدارة، العلاقة اللي عندهم مع التلاميذ مع المتعلمين. لذلك في النظام الأساسي الجديد غادي يكون عندهم التوقيت ماشي التوقيت ديال الإدارة، ولكن التوقيت ديال الأساتذة، لأنهم عندهم علاقة بالتلميذ ومع الأساتذة. لذلك طابلو ديال السيرفيس أو لا استعمال الزمن ديالهم غتكون عدد ساعات العمل اللي عندهم، عدد ساعات العمل اللي عندهم هي نفس عدد ساعات العمل ديال التأهيلي إلا كانوا في التأهيلي، وعدد ساعات الإعدادي إلا كانوا في الإعدادي، وعدد ساعات الابتدائي إلا كانوا في الابتدائي. هذا بالإضافة إلى أن عدد الساعات ديال التأهيلي ولا الإعدادي ولا الابتدائي ستعرف تقليصا غالبا انطلاقا من الموسم المقبل، لأن تقليص الساعات عنده علاقة بالمناهج، إن خص المراجعة ديال المناهج. كاين مواد اللي تقدر تحذف، كاين مواد اللي خصها تدمج، بمعنى خاصها دراسة، ولكن الأهم هو أن القرار ديال تقليص ساعات العمل بالأسلاك فهو تخاد وتحسن. بالنسبة للابتدائي ما كيشكلش مشكل، لأن غادي تقلص عدد الساعات العمل الابتدائي، ما غاديش يطلب من الوزارة أنها تجيب لنا أو تضيف لنا أطر إضافية. بعكس الإعدادي والتأهيلي، إلا نقصتي غير ساعة فمثلا مادة الرياضيات نقصتي ساعة، خصك أساتذة آخرين اللي غادي يغطيو داك الخصص في الزمن المدرسي. لذلك كان خاص دراسة، والدراسة راهم كيشتغلوا عليها على أساس انطلاقا من موسم مقبل سيتم العمل بساعات عمل أقل مما مما هو كاين في هذا الموسم هذا، اللي هي 21 ساعة بالتأهيلي، 24 بالإعدادي، و30 بالابتدائي. كندوزو لفئة أخرى اللي هي المتصرفين التربويين. بالنسبة للمتصرفين التربويين كاين فيهم تقريبا نقدروا نقولوا ثلاثة ديال الفئات. كاين المتصرفين التربويين اللي دخلوا بشرط ديال الإجازة مع الديس أو الحداش مع 4 سنوات أقدمية، وهم اللي داروا عام ديال التكوين كانوا في 17 ولكن تحسب لهم 18، اللي دخل في 18 تحسب ليه 19 وداروا غير عام ديال التكوين، اللي 19 تحسب ليه 20. حسوا بواحد المظلومية، صحيح أنه هاد الناس عندهم واحد الحيف، تيقول لك أودي خص هذيك السنة تحسب لهم في الأقدمية في الإطار، رغم أن هاد الفئة هذه اللي دخلت في هذه السنوات 17 18 19 أنها دخلت بالديس، ولكن راه تخرجت بال 11، ما غنقولوش خرجت بوالو، خرجت بسلم 11. كاين فئة أخرى في المتصرفين التربويين اللي هي فئة اللي دارت سنتين، وهي الفئة الوحيدة اللي دارت سنتين ما بين 20 و 22 بالشرط ديال الديس أو الأونز مع الإجازة، وأقدمية 6 سنوات وداروا سنتين 20 22. هاد الفئة هذه تخرجات وتحسب لها السنة الثانية ديال التكوين كأقدمية في الإطار، يعني ولات بوليو ديال سنتين ولات 3 سنوات، وحسابيا غادي 2024 غتكون عندهم أول سنة للتقيد في جدول الترقي إلى خارج السلم. الفئة الثالثة هما المتصرفون التربويون اللي دخلوا بشرط شي شوية قاصح، اللي هو ديال 15 سنة أقدمية عامة مع الإجازة والسلم 11 ديال 23. هادو اللي عنده 20 عام أقدمية عامة مع 6 سنوات على الأقل في الدرجة، تمنحت لهم سنتين جزافيتين بالإضافة إلى سنتين، هي 4 سنوات. واللي عندهم 20 سنة أقدمية عامة مع 4 سنوات على الأقل في الدرجة، تمنحت لهم سنة بالإضافة إلى سنتين، هي 3 سنوات في الدرجة. إذن بقى لنا
واحد الفئه ديال الاطور، ولا هما سموا داروا واحد التنسيقيه، اساسيدات التنسيقيه الوطنيه للتربيه غير النظاميه. البارح راهم جاو داروا لقاء مع الاخ يوسف رشين الكاتب الوطني النقابوي للتعليم سيدي بالمقر المركزي في الدار البيضاء. المطلب ديالهم هو احتساب ديك السنوات اللي دوزوه في التربيه غير النظاميه، تحسب لهم كسنوات جزافيه في الاطار، وكذا تحسب لهم في التقاعد ديالهم. هذا ملف ما عندوش علاقه بالنظام الاساسي، هو ملف يعتبر تدبيريا بحاله بحال ملف العراضيين، بحاله بحال كذلك الاساتذه ولا الموظفين اللي سموا رسوم موظفون ضحايا سياسه التقويم الهيكلي. وهادو شكون هما؟ هادو ناس اللي كانوا عندهم اجازه ومعطلين من 90، وحتى بعد الحراك ديال 20 فبراير 2011 بداو كيولجوا الوظيفه العموميه. اغلبهم دخل في 2013 بالسلم 10 في التعليم. اذا كيطالبوا بواحد رد الاعتبار، او لا على الاقل تعطاهم واحد السنوات جزافيه في الاقدميه في السلم ديال السلم العاشر باش توظفوا لهم، لانهم فعلا خدموا وهما كبار في السن، اقلهم سنا خدم 34 سنه. حتى هذا ملف تدبيري كما قلنا بحاله بحال ملف ديال اساتذه التربيه غير النظاميه، لان النضال راه لا ينتهي مع صدور النظام الاساسي، بل هو استمرار والعمل النقابي متواصل ومستمر للانكباب على حل جميع قضايا نساء ورجال التعليم. كيبقى لنا السؤال ديال التوقيفات مع ايقاف الاجره. فعلا بعض الحالات لا زلت انتظر جواب على بعض الحالات اللي صيفطوا لنا الاسماء ورقم تاجير باش نشوف واش لي صالير ديزي اليوم. بعض الحالات انا في لوكانز يناير راه اتصلوا بيا عطوني اسماء ديالهم ارقام تاجير ديالهم، خلال تواصلنا مع الخوت ديالنا في الماليه راه لي صالير ديالهم ديزين، ولكن طالتها بعض الاقتطاعات، مما يؤكد على ان الاجراء ديال ايقاف الاجره راه غالبا واحد المجموعه، ما عرفناش واش القديم عما او لا، ولكن تيبان ان الناس اللي جاهم التوقيف وايقاف الاجره بعد لوكانز، واخا هاد الحالات ربما ما كايناش، هادو كيصعب لنا كيكون الصالير داز، ولكن اللي جا قبل من هاد التاريخ قبل ما يدوزوا لي صالير راه قبل من 10 راه كيكون الصالير توقف، ولكن مازال ما عندناش تاكيد. الحالات اللي عرفت راه خبرتهم على ان لي صالير ديالهم راها ما تعرضتش الايقاف، ما تعرضتش للايقاف لدى وزاره الماليه. على ذكر وزاره الماليه، انتم شفتوا البارح بلاغ ديال النقابه الوطنيه للماليه السي دي تي، انهم اليوم حتى هما خرجوا كيطالبوا تيوكا ودي راه دايرين اضراب نهار 8 فبراير، وكيقولوا ودي غير حتى حنا بغينا زياده عامه اسوه بالتعليم. وهذا ما يفند هذيك المغالطات اللي كانت تروج على قطاع الماليه ولا على قطاع الصحه، على ان هذه القطاعات راه استفدت من زيادات غير مسبوقه، 6000 درهم شي 4000 درهم. اليوم انتم شفتوا التعليم هو اللي سبق، واليوم القطاعات الاخرى راه داخله في واحد الفعل نضالي، سواء في الصحه سواء في الماليه. اليوم راه دايرين اضراب كاع في 8 فبراير، يطالبون حتى هما غير اسوه بالتعليم. بالنسبه للحركه الانتقاليه غالبا راه غادي تمشي حتى لمي. بالنسبه للامتحان المهني فهو عنده علاقه بالنظام الاساسي، والنظام الاساسي مجمل، اذا بعد صدور النظام الاساسي راه غادي تعلن على الامتحان المهني. الناس اللي كطرح سؤال الاطر الاكاديميه سابقا تيوكا ودي التسويه غادي نعاود، تيوكا ودي التسويه ديال الرتب، احنا الاتفاق اللي كاين هو ستستفيد هذه الفئه من اثر رجعي اداري ومالي، خصوصا الناس ديال 17 18 لانهم وصلوا على الامتحان المهني. الرتبه اللي خصهم يكونوا فيها دابا راهي الرتبه 5،
بمعنى غادي يكون عندهم فاش الا داروا التأهيل المهني، او لا الاتفاق اللي كان ما بين نقابة الوزارة هو غادي يكون الترسيم ديال هاد الناس هادو باقتراح من الرئيس المباشر او من المفتش، يقترح الترسيم. ولا اعتقد ان غيكون شي مدير انه ما غاديش يقترح شي استاذ ولا شي استاذه الترسيم، لان الموظف العمومي باش يدوز امتحان مهني والمباريات ومجموعه ديال المسائل لابد ان يكون مرسما. لذلك دار هذا الاجراء، هذا مع الفئه ان غادي سوف ترسم باقتراح من الرئيس ديالها المباشر او من المفتش، وغادي تستفد من الاثر الرجعي الاداري، بمعنى غادي تعاود اعاده ترتيبها في الرتبه اللي خصها تكون فيها. غالبا الاغلبيه راه الرتبه 5 او الرتبه 4 مع الاثر الرجعي المالي، بمعنى التسويه الماليه في جميع الرتب اللي كيسالوها، وغادي يكون عندهم حق يدوزوا الامتحان المهني. في حاله ما تاخر صدور الترسيم ديالهم يتصلوا بالفروع النقابيه ديال لاسيديتي، راه هنا الاشاره في جميع الفروع التي تفوق 200 فرع، لان الواحد لما كانش مصم كيفاش يلحق الامتحان المهني راه كتعطاه واحد الشهاده اداريه من المديريه الاقليميه على ان هذا الاستاذ هذا ولا هذه الاستاذه راه دوز التاهيل المهني او لا تم اقتراحه الترسيم، وهذيك الوثيقه باش غادي يدوز الامتحان المهني. ثم الناس مازال كيقولوا ودي غادي نعطي في جوج دقائق مازال الاسئله حول 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 الزنزانة 10 او لا ديك بالنسبه للاساتذه ديال الافواج 93 94 95 غادي تاخذوا جوج تواريخ اللي هي محدده، التاريخ ديال فاتح يناير 2023 اللي هو يعني ان اي استاذ لقى او اطار في الزنزانة 10 كان لقاه فاتح ماي فاتح يناير 2023 في الزنزانة 10 يستفيد من 5 سنوات اعتبارية للترقي في السلم 11، وكذلك فاتح يناير 2024، هادو جوج تواريخ محددة. فاتح يناير 23 خصك تلقاك في الزنزانة 10 باش تستفيد من 5 سنوات اعتبارية، وفاتح يناير 2024 تاريخ تنفيذ ولا تطبيق خارج سلم الفئات المقصية، خص تلقى الناس الافواج ديال 93 94 95 على الاقل عندهم 3 سنوات في 11، يعني فاتح عند فاتحين 24 93 94 95 خص تلقاه في 11، 96 خص تلقاه عنده 93 94 95 تلقى عنده 3 سنوات في 11، 96 تلقى عنده سنتين في 11، 97 تلقى عنده سنه في 11. خصوصا 93 94 95 اللي ترقى ل 11 ولحق فاتح يناير 2024 وما عندوش 3 سنوات كتزادوا السنوات اللي خاصه باش يكمل 3 سنوات، بمعنى ترقى في 23 غادي يلقاه فاتح يناير 24 عنده سنه غتزادوا سنتين، ترقى في 22 وغادي يلقاه 24 عنده سنتين غتزادوا سنه باش يكمل 3 سنوات. بمعنى اي واحد من الافواج ديال 93 94 95 عنده اقل من 3 سنوات فغتضافوا سنوات جوزيفيه باش يوصل 3 سنوات، اللي عنده 3 سنوات او اكثر لن يستفيد من هذه السنوات الجوزيفيه. بالنسبه للرتب ديال 2022 تم فعلا التاشير عليها، وسيتم الانطلاق في صرفها ابتداء من نهايه يناير، ماشي كلشي هي الصرف ديالها، ماشي كلشي راه كيبقى داكشي جزئي من يناير وكذلك فبراير، غالبا مارس اخر واحد غادي يتخلص غادي يتسوى الوضعيه ديالو الماليه في الرتبه ديال 2022. وفي حاله ما حصل عن شي استاذ ولا شي استاذ ولا اي موظف شي تاخر وصل 6 ومازال ما تخلصش، يتصل باقرب مكتب نقابه سي دي تي قريب ليه ويحط المشكل، لان غالبا كاين اللي ما كيتخلصش ولكن تيكون عنده مشكل اما في لاكارت ناسيونال خطا واحد الحرف ولا واحد الرقم طار، اما غلط في الاسم، اما شي تاريخ معين. انا اتذكر لازلت اتذكر مفتش كان البروموسيون ديالو كلها تخلصات في السلم في الترقيه ديال خارج السلم، ولكن هو ما تخلصش واحد السنه، بعد قلبنا لقينا لاريتي ديالو على مستوى الوزاره، لاريتي كله فيه تقريبا شي 17 خطا.
شي 17 خطأ، وكان تيخص مسؤول نقابي اللي وقف في البيرو ديال المصلحة المعنية، كيوقف حتى يتصلح داك لاريتي وكيعاود يمشي، كيعاود يمشي. إن واحد في المالية ما عندوش الوقت، إن راه تيتريتي مئات ديال 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 الملفات، كيلقى خطأ كيعاود يردو كيرجع الآخر. عاود في وزارة التربية الوطنية راه عنده كتلقى موظف واحد وعنده مئات الملفات بزاف، الله يكون في العون بزاف عليهم، كيقول تيردو من بعد، لأن كاين تراكم ديال العمل، لأن كتلقى موظف واحد كيدير الخدمة ديال 10 الموظفين الله يكون في عونهم حتى هما، بمعنى كاين خصاص وخص خص الموارد البشرية تزاد باش يكون تسريع ديال العملية ديال تصحيح الأخطاء اللي كيتعرفها لي زاريتي ديال الموظفات والموظفين. المضمون ديال اجتماع الوزارة مع النقابات اليوم هو النظام الأساسي، بمعنى كيبان واضحة، راه واضحة كيبان بأن النظام الأساسي رجع من الأمانة العامة، وراه دابا كاين في وزارة التربية الوطنية. لذلك تمت المنادات على النقابات التعليمية مع الربعة باش يمدوهم بهذاك المشروع ديال النظام الأساسي، وباش تطلع عليه النقابات يشوف اكو موقع فيه شي تغيير، اكو ما تقاس، اكو ما هذا، اكو ما هذا، هو ولا مرسوم ديال نظام التعويضات. بالنسبه للسؤال ديال السؤال استاذ قال كان عندي دوغيست، هو دوغيست عنده الدوغ ودخل المركز، هو الاستاذ ديال الاعدادي تخرج من السي بي ار، وقال لك اودي انا تحرمت من المباراه ديال التوجيه والتخطيط. كذلك ملي جبنا هذا الموضوع كاين موضوع اخر ديال الاساتذه غير حاملين للاجازه وبغاو يدخلوا المتصرفين التربويين، لان باش تدخل مركز ديال المتصرف التربوي كيكون داك الشرط ديال الاجازه. اليوم ننتظروا مرسوم ديال المراكز، غيكون فيه واحد التغيير، شروط دخول ولوج هذه المراكز كلها غادي يكون فيه واحد الشروط، اما يكون عندك سلم 10 مع الاجازه، او لا يكون عندك غير سلم 11 بدون اجازه، غيكون عندك هذا الحق ديال ولوج المراكز، لان المراكز كتدخل لها كتخرج بال 11، اذا ما فيه مشكل. واحد عنده سلم 11 ما عندوش اجازه غادي يولج على المراكز. ننتظروا صدور المرسوم ديال المراكز، واعيد على انه غالبا سياتي بشروط اخرى جديده ستفتح الباب امام الجميع لولوج هذه المراكز الديس بالإجازة أو فقط السلم 11. بالنسبة للإدارة المتصرفين التربويين للشهر الرابع هما كيتعرضوا لاقتطاعات من الأجور ديالهم، وذلك راجع لتصحيح الوضعية، إن كانوا أساتذة وغيروا الإطار المتصرف التربوي باش يدوزوا لخارج السلم. خارج السلم ما فيش الرتبه 13، كاين المديرين اللي كانوا اساتذه كانوا ديال الاسناد لحقوا الرتبه 13، دونك فاش كتصح الوضعيه من 2016 كيردك ل 2016، دونك تعرضت الاجور ديالهم لاقتطاعات لتصحيح الوضعيه. الاخ الكاتب الوطني راه كان اتصل بوزير التربيه الوطنيه في هذا الموضوع هذا لاسترجاع هذه الاقتطاعات، تكونبونسا في واحد تجي واحد لاكونبونسيون في واحد، اما بماندا اما ماندا سبيسيال ترجع لهاد الناس هادو كاع اللي تعرضوا للاقتطاعات. وراه هذا الموضوع خدام عليه النقابة ديال التعليم، وسيتم اخباركم بالاجراء اللي غادي تقوم به الوزاره لاسترجاع المبالغ المقتطعه على خلفيه تصحيح الوضعيه ديال الاسنادين اللي غيروا اطار المتصرفين ابتداء من 2016. بالنسبة للموقوفون فهو موضوع غادي يكون أكيد، واخا كاين اليوم على اللقاء مع الربعة على النظام الأساسي، ولكن أكيد وكونوا متأكدين على أن النقابات، خصوصا أنا بالنسبة لي أنتمي لسي تي، سي تي ستطرح موضوع الموقوفات والموقوفين لإيجاد حل، لأن ما أحوجنا اليوم لهذ الأطر ديالنا يرجعوا الأقسام ديالهم. كاين الاقسام ربما اللي ما تعوضوش، بمعنى الدراري اللي التلاميذ اللي كيضيعوا، لان استدراك الزمن المدرسي يقتضي اتخاذ اجراء هذا الالغاء او لا سحب، وان كان قرار صعب جدا صحبة التوقيفات ويرجعوا الاساتذه والاستاذات لمقرات عملهم.
بالنسبة للزيادات، الزيادات هي راه الكونتور، قلناها راه الكونتور بادي من يناير 2024، ولكن باش غتزاد دابا راه لا أعتقد، لأن راه اليوم حنا في 23 يناير، لي صالير راه دازو، النظام الأساسي مازال ما خرجش، الخازن الوزاري ما يمكنش يخلص أو اللي يطلق الزيادات على مسودة، ما يمكنش قانونيا، ما يمكنش. الخازن الوزاري راه ما غادي يطلق الفلوس إلا بوجود نظام أساسي دايز في الجريدة الرسمية وفوق البيرو ديالو. إلا ما عندوش النظام الأساسي راه ما يمكنش يطلق شي ريال. بمعنى هي يعني راه ننتظروا شهر 4 ولا شهر مارس. واحد علاش القرار صعب؟ لا صعب جدا، لان الواحد، لان القانون الاداره هذه خرج قرار، خرج قرار ديال التوقيف، تيخصو قرار، هذا هو الصعوبه. ولكن ماشي هذا، راه غير توقيف احترازي، ماشي شي حاجه خطيره جدا، هذا توقيف احترازي مع ايقاف الاجره، ماشي قرار خطير جدا. هذا اجراء تيدار في حاله ما القاتل شافت الاداره في تقديرها حسب الفصل 73، الفصل المشؤوم، الفصل اللي كانت النقابات حاولت ما امكن انها تحد من السلطات، من ذاك السلطات، السلطه الواسعه الممنوحه للاداره من خلاله، فمن خلال الماده 64. ولكن للاسف كنعاود نقولها، نساء ورجال التعليم مشاو ضحيه مغالطات ديال لي زوديو ديال تدوينات، ماشي 100,000 انتاج خرج كله مغالطات، كله كان وللاسف هذيك لي زوديو اللي فيها المغالطات غادي نعاودها، الحاجه فيها المغالطات كتبارطاجا بواحد الشكل سريع، بحال مثلا كان واحد التدوينه ديال النقابه استفدت من 200 مليار سنتيم، وكنسول تنقول واش قريتي ذاك المقال؟ تيقول لا. دوك الناس من ديال العناوين كون قرا غادي يلقى بان 200 مليار سنتيم هي تكلفه الحوار القطاعي بوزارة بريطانيا، وكيسحب راه 200 مليار راه داتها النقابات للجيب ديالها. ما كيقراوش حتى، وين كان تيقراو حتى ديك المغالطات؟ المغالطات ما كتقراش، كيسيفط لك كيبارطاجي لك في واتساب النقابات دات 200 مليار، تنقول له ودي قرا، غير قرا بعدا مضمون ديال المقال غتلقى بان 200 مليار هي التكلفه ديال الحوار. تيقرا 200 مليار داتها النقابات، تيسحبوا راه تعطاتها وراه باعونا وراه داروا لنا. اتمنى من النساء ورجال التعليم يكونوا استفدوا من هذا الحراك اللي داز، حراك كان مهم جدا، وكشف على، نقول لكم كشف على واحد المساله خطيره جدا، هو الجانب التشريعي. المجموعه ديال الاساتذه والاستاذات ما ضبطينوش الى درجه طرحت سؤال، هل فعلا هناك ماده للتشريع المدرسي تدرس في المراكز التكوين، ام تم الاستغناء عليها؟ وتحية نضالية، إلى فرصة أخرى.